سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. بمناسبة العطلة الربيعية، عم يزيد يزور مدن الوطن في حفلات للأطفال. وفقنا الله ونجحنا، ها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. الثلاثاء 2 أفريل بمدينة تميمون بمسرح الهواء الطلق على الخامسة مساء. الأربعاء 3 أفريل بمدينة أضرار بمسرح الهواء الطلق سينما الجمال على السادسة مساء. الخميس 4 أفريل بمدينة رجان بالساحة العمومية على الخامسة مساء، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. السبت 6 أفريل بمدينة قسنطينة بقاعة أحمد باي الزينيت على الثانية مساء، كونوا في الموعد. تعالوا هلموا إلى